الحقيقة أن مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن يعني كان شديد الوضوح في استخدام التصعيد في المصطلحات. ليه بقى؟ طبعا أنا الكلام ده يعجبني، يعني يبسطني قوي. الاستمرار في العملية العسكرية في رفح أمر مرفوض. حط هذا التصريح بجانب انضمام مصر للدعوة اللي أقامتها جنوب إفريقيا، وحط ده بجانب القرارات اللي صدرت عن المحكمة الجنائية، حتى وإن كانت المحكمة للأسف ساوت ما بين المقاومة وما بين الاحتلال، يعني وده كان شيء غريب، حتى في ظل رد فعل دولي اتكلمنا فيه امبارح، وحتى المذيع أسهب في الكلام، وما اقدرش اقول لك خدته العاطفه، وانما يعني الاثنين عشقوا مع بعض العاطفه والمنطق، فكانت عاطفه منطقيه بصراحه امبارح. المجتمع الدولي الحقيقه رد فعله مخيف. احنا بنتكلم على مجتمع يعطي اعتمادا للارهاب الصهيوني. لازم افهم النهارده تصريح او الجملة اللي قالها مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن حول الأمر المرفوض من دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي طبعا الكبير وذائع الصيت غني عن التعريف. أهلا بك يا دكتور طارق. أهلا سيادة النائب. أهلا أستاذ يوسف. الله يخليك يا دكتور طارق. دكتور طارق، أنا كنت بقول إنه مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن استخدم، لو صح التعبير وصححني لو أنا غلطان برضو، التصعيد في المصطلح، يعني قال الاستمرار في العملية العسكرية برفح أمر مرفوض. فأمر مرفوض هي تصعيد مصطلحات، صح؟ بالتأكيد طبعا. هي في رسالة من هذا التصريح المباشر تتزامن مع استمرار إسرائيل في العمل العسكري والوصول إلى منطقة غرب رفح. هم النهاردة وصلوا إلى حي البرازيل وفي امتدادات لاستمرار العملية. رسالة مصر في هذا التوقيت إنه أن مصر لن تقبل باستراتيجية الأمر الواقع، وأنها لن تجبر على التعامل مع هذا الموقف، سواء كان مع المعبر أو إدارته أو المقترحات الأمريكية اللي طرحت والإسرائيلية في إعادة تدوير بعض الأفكار، سواء كان بشركة أمريكية أو بهيئة مشتركة أو بتنسيق مشترك، يعني صياغات متعددة، لكن سيادة النائب كلها تصب في هذا الإطار. لماذا الآن نشير إلى هذا، سواء كان على بالنسبة لمندوب مصر أو بالنسبة للتصريحات اليوم؟ يعني أنا في تقديري لجملة من الأسباب. أولا، الهدوء الآن مرتبط بأنه الولايات المتحدة تتحرك في إطار دعم إسرائيل، وهناك جولة المستشار الأمن القومي كما تعلم، والمستشار ربما هو يتحرك في دائرة محددة لمعرفة ما هو قادم، سواء كان ما بين السعودية ما بين إسرائيل، والولايات المتحدة ربما بتبحث في مسار إقليمي وليس في مسار ثنائي خاص بالملف الفلسطيني، تطبيع وترجمة ما تم طرحه بالنسبة للصفقة الكاملة في إطار المبادرة العربية وغيره، مقابل ما يجري سواء كان بالنسبة للتهدئة في القطاع والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات. فالجانب الأمريكي بيتكشف مواقفه الآن. مصر سيادة النائب لن تقبل بنصف حل وشبه خيار، بمعنى ان موقف مصر واضح ولم يتغير وواضح جدا، وبينقل رسائل في هذا الاطار انه لن نقبل باستراتيجيه الامر الواقع، وبالتالي محاوله نقل الازمه الى مصر وادخالها في موضوع المعبر وانها تغلق المعبر والاكاذيب والمزاعم التي يروج لها الاعلام الاسرائيلي، وهنا يجب ان يكون لنا موقف في هذا الاطار. هذا الموقف يقوم على تأكيد وتفنيد هذه المزاعم والأكاذيب ساعة بساعة ولحظة بلحظة، سواء كان على المستوى الرسمي أو على مستوى الخبراء والمتخصصين، وألا نكون رد فعل لما يطرحه الجانب الإسرائيلي، لأنه الآن استهداف مصر واستهداف المواقف المصرية الشامخة، سواء كان في موضوع المعبر أو في الترتيبات الأمنية أو في العملية العسكرية أو إيضاح الموقف بصورة كبيرة، لأنه طبعاً هذا الأمر بيأتي سيادة النائب في إطار محاولة لجس نبض مصر في التعامل، بمعنى إن إحنا نشرعن أو ندي شرعية لهذه الإجراءات، إن تفتح المعبر طب من سيكون على الطرف الآخر سيادة النائب؟ هل ستكون شركة أمريكية؟ هل يكون عناصر إسرائيلية؟ إحنا لدينا اتفاقية معابر، هم إذا أرادوا أن يقوموا بهذا فيفتحوا هذا الملف، اتفاقية المعابر، واتفاقية المعابر
صالحة للعودة للعمل بها أو تعديل بعض بنودها أو غيرها. الأمر الآخر هو طبعا الرصيف البحري، هما بيتكلموا في الرصيف البحري ونقل الشاحنات. لا وجه للمقارنة بين إدخال حضرتك الشاحنات من برية معبر رفح وبين هذا الرصيف البحري اللي ربما تكون له أهداف أخرى في هذا التوقيت بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية، لأنه الولايات المتحدة بتتحرك الآن بأكثر من وجه. الوجه أنها تريد أن تهدي عمليات الإجلاء والإخلاء من داخل القطاع، وفي نفس الوقت تدفع الأطراف الأخرى لطرح الأفكار والرؤى، التحرك نحو المقاربة الإقليمية بعد أن توقفت المفاوضات وغيرها. ففي تحركات أمريكية. دكتور طارق، الحتة دي أظنها مهمة تحتاج مني سؤال، ألا وهو التخوفات أو القلق أو المهام الأخرى لهذا الرصيف البحري. هل لدى أو كبار المحللين زي دكتور طارق فهمي تخوفات من أنه هذا الرصيف البحري قد يستخدم لتهجير الفلسطينيين طوعيا؟ يا سيدي سيادة النائب، هذا هو الهدف الرئيسي. الهدف هو التسهيل في عمليات الإجراء والترحيل، وطبعا نقل آلاف الأسر إذا أرادوا، ويبقى في منفذ بحري. بل ويعني سأشير لحضرتك إلى مخطط أمريكي إسرائيلي يجري الآن إعداده لفتح منفذ جوي وهو مطار عرفات، وبالتالي يصبح لديك منفذين، بحري تم تشغيله والجوي بعد قليل، وبالتالي يصبح هناك فرص للتهجير الفلسطينيين. مصر من اليوم الأول كما تعلم حذرت من هذا الأمر، وحذرت بطبيعة الحال من كل هذه المخططات التي تسعى إليها إسرائيل، وانضمت إليها الولايات المتحدة بصرف النظر عن دورها في هذا. إحنا مصر واقفة حائط صد لكل ما يجري، وفي جزء منه بطبيعة الحال يعني التحرك الإسرائيلي لمحاولة تصدير مشاكل وأزمات لمصر في هذا التوقيت، سواء كان زي ما أشرت لحضرتك بالنسبة للأكاذيب، بالنسبة للمزاعم حوالين كثير من القضايا. وهنا إسرائيل ليست فقط حضرتك ميديا من الأخبار منها أو بنتعامل معاها، هم يريدوا جس نبضنا. فإحنا بطبيعة الحال لا نريد أن نكون في موقف رد الفعل، بالعكس لابد أن نكون استباقيين، لدينا رؤية في التعامل، وهم يتعاملوا بهذا المنطق، وبالتالي لا نريد أن نترك الساحة لهؤلاء، لأن دولة هو الآن الحديث عن أن مصر هي حائط الصد، ومصر هي التي تقف بمفردها ما بين قوسين بمفردها سيادة النائب في وجه ما تجري. وبالتالي الآن الحديث عن إتمام العملية العسكرية، يعني هكذا يفكر الإسرائيليين، ثم العودة للمفاوضات والعودة إلى مصر، بمعنى أن العملية العسكرية تستكمل بصرف النظر عن أن هم يعثروا على المحتجزين أو قيادات حماس أو المقاومة الفلسطينية، ثم يعودوا إلى المفاوضات من منطق القوة. وبالتالي إسرائيل لديها عدة سيناريوهات في هذا السياق، وهو فرض استراتيجية الأمر الواقع ومحاولة للتأكيد على ما يلي. العملية في رفح هتاخد بعض عدة أسابيع بشكل نائب، يعني مش هتطول، لكن الترتيبات الأمنية هي التي يجب الانتباه إليها. الترتيبات الأمنية هو لابد أن يكون هناك احتلال موجود على الأرض، يعني احتلال إسرائيلي. واليوم العمليات العسكرية سيادة النائب مش في غرب رفح، العمليات رجعت إلى مناطق الشمال ورجعت إلى مناطق التماس في مدينة غزة وخان يونس لملاحقة بعض العناصر. فبالتالي العملية العسكرية أصبحت في كل القطاع الآن للوصول إلى هذا. طب إذا لم يجدوا بقى العناصر حضرتك سيادة النائب، ستطلق المزاعم في كل الاتجاهات، وسيتم استهداف كثير من الأطراف. فإحنا يجب أن نستعد لهذه المواجهة السياسية والإعلامية، وأن نتعامل معهم بهذا المنطق. إسرائيل الآن مأزومة وفي حالة أزمة حقيقية، يعني الآن وهناك يعني تجاذب كبير داخل مجلس الحرب حول جدوى العملية واستمرارها، وهناك حرص على عملية السلام مع مصر. لكن المشكلة في المجموعة العسكرية اللي تم تعيينها سيادة النائب خلال 10 أيام الماضية، من أول رئيس الاستخبارات العسكرية أمان ومجموعة القادة في قيادات الجنوب وبعض الكتائب، وهؤلاء يريدوا أن تستمر العملية العسكرية بصورة كبيرة. أنا أعتقد إحنا واعيين بده، ومصر ستبقى حائط الصد أمام مثل هذه كما جرت العادة. كما جرت العادة.
اشكرك جدا يا دكتور طارق، اثقلت عليك وطولنا عليك، لكن الحقيقه احنا لا نكل ولا نمل من حديث ممتع ومفيد الحقيقه وتحليل شديد الوضوح. دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. ويمكن دكتور طارق قال بوضوح الهدف الرئيسي من وراء الرصيف البحري الامريكي هو إجلاء الفلسطينيين خارج أراضيهم، يعني فكرة التهجير الطوعي، يعني أنه تضييق الخناق على الفلسطينيين قدر المستطاع، وبالتالي عليهم أن يفروا لأجل الحياة. يعني خلي بالك الفلسطينيين النهارده بيقول لك بدنا نعيش، مش عايز أسيب أرضي بس أنا عايز أعيش. هنا في مشكلة، ومشكلة كبيرة، وبعض الدول بقت مستعدة أنها تمنح الإقامات السريعة جدا. فيبقى الامريكان هيعمل ايه؟ يقول لك طب بص بقى يلا بينا نفتح هذا الرصيف. قال اصل انا هوصل مساعدات. هتوصل مساعدات ايه؟ لا الرصيف البحري بالمناسبه ولا الاسقاط الجوي اللي احنا بنعمله يوصل المساعدات الكافيه. احنا اللي بنعمله عن طريق الاسقاط الجوي هو محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه من الشعب الفلسطيني والحياه لاجل الفلسطينيين، لكن ال- 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 النفاذيه الحقيقيه هي عن طريق المرور البري وفتح المعبر من الجانب الفلسطيني، واللي تم السيطرة عليه من جانب الاحتلال بالمخالفة لاتفاقية المعابر واللي وقعت في نوفمبر 2005 إذا كنت حضرتك تتذكر. هذا خرق، مش طبعا حضرتك تتذكر دي أكيد مش دكتور طارق، لكن أنا بتكلم على الجميع. هذا خرق. بس صحيح خرق إيه؟ هي إسرائيل على طول بتعمل خروقات ومذابح ومجازر.